يذكر بأنه متزوج بامرأتين إحداهما معه هنا والأخرى في بلاده. يقول: أعرف أن من الواجب علي أن أعدل بينهما في النفقة والمبيت، ولكن كيف أفعل وأنا لا أستطيع أن أقسم النفقة بينهما لأن مرتبي ضئيل، ومن ناحية أخرى لا أستطيع أن أسوي في المعاشرة والمبيت، فأنا أقيم مع التي معي هنا 9 أشهر وأقيم مع الأخرى 3 أشهر إذا سافرت إلى بلدي، فهل علي إثم في هذه الحالة؟ أفيدوني أفادكم الله. أما العدل في النفقة هذا واجب حسب استطاعتك، بأن تعطي كل واحدة أو تنفق على كل واحدة حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا، ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأنت تعدل بين زوجتيك النفقة الحاضرة والغائبة بأن تدفع للغائبة من النقود على حسب استطاعتك ما تنفق به على نفسها، أو تدع لها من الطعام ما تستطيعه لأجل أن تنفق منه على نفسها، على حسب الاستطاعة حاضرا أو غائبا. أما المبيت فالواجب عليك أن تقرع بين زوجاتك عند السفر، ومن خرجت لها القرعة سافرت بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بين نسائه إذا أراد السفر، ولا يلزمك أن تقضي الغيبة التي غبتها للزوجة المقيمة، بل إذا رجعت إنك تقسم بينهن بالسوية. أما الأيام التي غبتها فهذه لا تقضيها للثانية، ما دام أنك أقرعت بينهما وخرجت القرعة لواحدة منهما، فمدة غيبتك تكون معذورا فيها بالنسبة للمرأة المقيمة، وإذا حضرت في بلدك فإنك تقسم بينهن في أيام الإقامة. نعم. وإذا كان سفره بهذه معه بدون قرعة باختياره ورغبته هو، يكون قد غلط في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا.